اهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهارده واحد من العيون الخبيره في الرياضه المصريه، في كره القدم المصريه، وخاصه في المراعم دي، خبرات كبيره جدا كمان في اكتشاف المواهب. ضيفي وضيفكم الكابتن جمال السيد، مدير البراعم بنادي فيوتشر. منورنا يا كابتن جمال. اهلا بيك يا كابتن اسامه، واهلا بالساده المشاهدين طبعا، وقناتنا قناه النادي الاهلي، وطبعا كل التوفيق يعني ان شاء الله طبعا لقناه الاهلي والنادي الاهلي، بيتنا اللي دايما بنتجمع فيه. واحنا بنعتز بيك دايما يا كابتن جمال. ربنا يخليك يا كابتن اسامه. هنبتدي معاك من اخر محطه ليك تدريبيه وتجربه جديده وتحدي جديد مع نادي فيوتشر. نادي فيوتشر نادي لسه جديد في كره القدم المصريه، لما حب يبتدي صح ابتدى انه يعمل قطاع ناشئين صح، وهو ده الطريق الصح. استعان بالكابتن عادل مصطفى مدير قطاع الناشئين، واحد من الخبرات اللي برضه كان لعيب مميز، وايضا كابتن جمال السيد دلوقتي مختص بقطاع البراعم، هو من القطاعات المهمه جدا. ابتديتوا العمل فعلا في نادي فيوتشر؟ فعلا ابتدينا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا. يعني نادي فيوتشر طبعا لما عرض على الامر عن طريق الكابتن عادل مصطفى رئيس قطاع الناشئين، وكان في سبيل ان احنا نبني قطاع بدايته السنه دي نظهر بشكل كويس، واختلطنا الحمد لله. انا شايف ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح. بدانا يوم 14/5 تحديدا، بدانا الاختبارات على مستوى الجمهوريه، واحنا عملنا حاجه يعني من الحاجات الكويسه قوي، مجلس اداره النادي والكابتن عادل، الاختبارات كانت مجانيه، كانت فيها صعوبه شديده جدا، لان المجانيه دي طبعا تلاقي اعداد كبيره، اعداد كبيره رهيبه، اعداد رهيبه. المشكله ان اللي بيختبر عايز يختبر تاني، دي الكارثه. ان الثقافه بتاعتنا بالظبط يرجع يلف تاني ويدخل تاني. فقابلنا كانت معاناه كبيره جدا، وبعدين بنعملها مجانيه، وبعدين احنا اللي بنروح لهم المحافظات، يعني عارف مجانيه لو في نادينا او في المقر بتاعنا تبقى اسهل شويه، تبقى اسهل بكتير، ممكن تقدر تسيطر نسبيا يعني. ولكن طبعا خارج المحافظات دي كانت بتبقى بتواجهنا صعوبه كبيره جدا. الحمد لله اتغلبنا عليها واخترنا اختيارات، شايف ان هي اختيارات جيده الحمد لله. ويعني تم بناء قطاع بشكل جيد، واعتقد ان شاء الله يعني ان الفتره القادمه بدايه المسابقات او بدايه بطوله الجمهوريه في الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله، نتمنى التوفيق يعني. وشايف ان احنا عملنا حاجه كويسه لنادينا، وحاجه هتفيد طبعا الفريق الاول نادي فيوتشر، واعتقد انها هتفيد برضه الكره المصريه بشكل كبير، لان احنا بدانا البراعم من البراعم لحد قطاع الناشئين لحد مواليد 2001 اللي تحت الفريق الاول. لما بتشوف وبتسمع الارقام اللي موجوده دلوقتي في كره القدم والصفقات، الارقام كبيره دلوقتي، الناس كلها بقت بتروح على قطاع الناشئين. النادي اللي بيمتلك قطاع الناشئين بيمتلك منجم ذهب، معايا في الجمله دي؟ طبعا مقوله احنا كنا دايما بنقولها يعني الفترات السابقه شويه، انما المنافسه اشتدت، كانت دايما بنتكلم عن النادي الاهلي كرائد في جزئيه قطاع الناشئين، بنتكلم برضو عن نادي الزمالك والانديه الكبيره، نادي المقاولين. دلوقتي في صراع، صراع قوي، صراع، مش عايز اقول صراع ماده، لا بقى صراع ماده وصراع كفاءات. انت لازم يبقى معاك الماده ومعاك الكفاءات. الماده ان انت تعمل قطاع ناشئين كويس وتصرف عليه بشكل جيد، عشان كل ده هيتعوض بعد كده في لعيب او اتنين او ثلاثه، زي ما كان بيحصل في النادي الاهلي. دلوقتي في صراع قوي جدا، انديه كتير بتهتم بالجزئيه دي، وبدات ان هي يبقى لها باع طويل وباع كبير. هنبتدي بنادي ام بي، ممكن بعد كده في انديه دلوقتي يعني نادي فيوتشر، اعتقد ان شاء الله هيبقى لنا شان كبير الفتره القادمه او السنه دي تحديدا، رغم ان هي سنه اولى قطاع ناشئين، ولكن الحمد لله تعبنا واجتهدنا كويس، مجلس اداره داعم جيد، كابتن عادل مصطفى معانا باستمرار في الاختبارات، في اختيارات اللعيبه. بمنتهى الامانه كابتن عادل مصطفى من الكفاءات الكبيره اللي اتمنى يعني ان شاء الله باذن الله يعني يستفاد بيه كويس في الكره المصريه. واحد برضه من لاعبه في النادي الاهلي ومسؤول النادي الاهلي وشخصيه محترمه، ونتمنى له كل التوفيق. الكابتن جمال، عايزين نرجع بقى بدايتك في التدريب، اول ما ابتديت فين؟ والله انا ليا قصه غريبه في التدريب طبعا. انا الاول ما ابتديت في نادي صغير، نادي المرج. يعني كانت ظاهره غريبه بالنسبه لي يعني. كنت حابب التدريب، والاول ما بطلت عايز تجرب لسه، عايز اجرب بالظبط. وقعت في جيل والله كان جيل متميز يعني، اللي فاكر منه قوي دلوقتي من نجوم مصر طبعا الكابتن محمد عبد الشافي. كان لعيب معايا الكابتن محمد عبد الشافي، مواليد 85، لعب معايا في المرج في سنه 2002، كان عنده 17 سنه. الاول ما شفته تنبأت له بمستقبل كبير، وعلى فكره نحوت اجيبه النادي الاهلي في الفتره دي. التاريخ يشهد يعني، كان رئيس قطاع الناشئين طبعا كابتن احمد ماهر رحمه الله عليه.
كنت كلمته عليه، بس يعني الولد كان بيقوله يعني كان عايز يروح الزمالك او انبي. انبي كان باصص لها ان هو عايز اتوظف بشكل كويس، يا يبقى عنده وظيفه، كان يعني الفكر اللي هو القديم شويه، كان لسه بالنسبه لنا موضوع الماده ما ضغطش بالشكل الرهيب. ايوه ما كانش زهره بالشكل ده يعني. محمد عبد الشافي نجح وكان طلع طبعا من نادي انبي، وبعد كده كمل وراح نادي الزمالك ومنتخب مصر والاهلي السعودي، كان ليه تجربه ممتازه. المهم بدات في نادي الملج وخدت في الوقت ده بطولتين على المستوى به، ولكن في قطاع الناشئين نادي الملج في وسط انديه برضه تعتبر اسمها كبيره، كان حاجه كويسه قوي. وبعدين فاكر برضه وقعه، كلمت الكابتن واشتغلت في السكه الحديد فريق اول، مدرب عام مع كابتن صلاح ابو الفتوح برضه فتره، وبعدين بقى فكرت ابدا في نادي الاهلي. يعني رغم الثلاث اربع سنين اللي بداتهم على مستوى الناشئين، ولكن بدات صح في النادي الاهلي. انا وجهه نظري قعدت يعني فتره كبيره ما شاء الله في النادي الاهلي والفتره دي يعني طلعت لعيبه كتير بصراحه. يعني احنا لينا باع طويل مع قطاع الناشئين في النادي الاهلي او قطاع البراعم تحديدا مع كابتن بدر رجب. كابتن بدر رجب طبعا من الكفاءات الهامه جدا والكوادر المحترمه اللي انت تقدر تسميه خبير فعلا، درجه خبير في قطاع البراعم. ابو الاشبال هو دي حقيقه، دي حقيقه. كابتن بدر رجب انا جيت في النادي الاهلي 2006، كنت انا فاكر كويس قوي، كان الكابتن عراء صادق من اعز اصدقائي ومن الشخصيات اللي بحبها جدا على المستوى الشخصي. كلمته كان تقريبا مدير كوره في النادي الاهلي، فكلم الكابتن احمد ماهر، ففعلا قال له انا محتاج مدرب يشتغل مع الكابتن بدر. فقال له طب تاخد جمال السيد؟ كابتن احمد ماهر رحب طبعا رحمه الله عليه. وقال لي طبعا شايف الصوره دي ليها ذكرى كبيره. بص هنا هنا ذكرى كبيره. طب احكي لنا بقى قصه الصوره دي. الصوره دي كابتن بدر رجب طبعا يعني كان هو مدير فني مدرسه الكوره. تخيل بقى وانا مدرب عام فقط لا غير لوحدي، اسماء كبيره، وكابتن ايمن بسيوني طبعا دلوقتي مدرب حراس المرمى في نادي سموحه مع الكابتن طارق العشري. احنا الثلاثه دول كده كنا ماسكين قطاع مدرسه الكوره من سن 92 لحد سن 98. 92 ده اعدي لك بعض الاسماء سريعا يعني. جيل 92 كان في محمد ناصر النني، جيل 93 كان في رامي ربيعه واحمد حسن كوكا، محمد اشرف توفيق رؤى الزمالك، دول على ما اذكر يعني. 94 بسرعه كهربا براحتك، تريزيجيه وشريف دابو والبلعوطي حارس مرمى النادي انبي دلوقتي. وجيل 95 كان في بعض اللاعبين بس ما كانش جيل محظوظ قوي. 96 كان في جيل معاه كريم حافظ ومحمد هاني، مول 96 انا حافظهم بتاريخ الميلاد على فكره ما بنساش. 97 بدل كان جيل يعني اعتقد ان هو الجيل ده كان مليان لعيبه بالظبط. رمضان صبحي، احمد رمضان بيكهام، ناصر كريم ديفيد، ناصر ماهر انضم بعدينا يعني برضه جابوا الكابتن احمد كشري تتحسب له بصراحه من الاكاديميه. ده جيل 98 كان فيه ثلاثه سن تحضيري زي اللي حضرتك كنا لسه بنتكلم دلوقتي قبل ما نبدا الحلقه. زي الجيل دلوقتي اللي بنتكلم فيه 2014 و2015 اللي كنا بنتكلم وبندردش طبعا، وان شاء الله يا رب تشوف محمود ابنك نجم كبير كنا لسه بنتكلم عليه مولد 2015. تمام. جيل 98 كان فيه احمد حمدي النجم دلوقتي بتاعنا بتاع مونتريال، واحمد ياسر ريان 98، كريم يحيى 98 اللي بيلعب في سموحة، حافظ الاسماء بالاعمار السنيه كمان طبعا ما انساش شواريخ. انا لعيب مرنته يعني والله بمنتهى الامانه، انا لو جالي بعد خمس ست سنين وشكله اتغير بفتكره ببقى عارفه مين وجالي امتى وسنه كام. اللعيبه طبعا المتميزه، اللعيبه اللي ممكن تبقى ما كانتش متميزه في وقتها اوقات بتفلت مننا، ودي برضو نقطه عايز اتكلم فيها كابتن اسامه. طب عايزك وانت بتتكلم في النقطه دي، تريزيجيه كان في فتره من الفترات ما كانش بيلعب وكان هيمشي من النادي الاهلي، وبعد كده استمر، وبعد كده ما شاء الله بدا رحله طويله. هقول لك قصه تريزيجيه. احنا 94 جيل 94 كان دايما يجي للسن الزوجي من زمان، الكلام ده في 2006 و2007 برضه كانت بتحصل عليهم مشاكل الى وقتنا هذا لحد ما احنا بنلغي دلوقتي لسه من سنين من فترات قريبه اتلغى سن 2004 برضه هتلاقي الانديه الكبيره كلها على سن 2003 انضم على سن 2003 بس انت بتاخد المميز قوي، فبيحصل برضه في لعيبه بعض اللعيبه بتقع منك غصب عنك بتتظلم. 2004 2002 هتبص هتلاقيهم فرق كان بقى ايامنا 94 ده جيل طلع بقى. لنا بقى صوره تريزيجيه من الصوره دي.
لا دي صوره تريزيجيه واقف تحت مني على طول. طبعا هو انا دماغي مش باينه عشان الكابتن ده. دي باينه. ايوه تمام ماشي. تريزيجيه طبعا يعني السنه تريزيجيه اللي تحتيك على طول. تريزيجيه اللي تحتها على طول. اللي لابس اخضر حارس المرمى البلعوطي، حارس مرمى نادي انبي دلوقتي الاساسي. اللي هم برزوا بيلعبوا الى وقتنا هذا. نيجي برضو في النص لو عدينا بعد البلعوطي، واحد اثنين ثلاثه الاسمر ده. شريف داب ونجم سيراميكا دلوقتي. أيوة. سيراميكا كليوباترا. تمام. اكمل هنا. نيجي كهربا اللي واقف تحت الكابتن بدر رجب على طول. كهربا هنا الكابتن بدر على الشمال. بالزبط. محمود كهربا هو اول واحد من على الشمال تحت يساند على ركبته هنا. في ناس كتير واول واحد على اليمين محمود حسن تريزيجيه. تمام. دول اللي هم يعني بيلعبوا الى وقتنا هذا. في الكره المصريه ابرز الاسماء دي اللي كملت يعني. ابرز الاسماء اللي كملت كلهم. كانوا لعيبه متميزين، ولكن بتحصل ظروف ان في لعيبه ما بتكملش بشكل او باخر. تريزيجيه في الوقت ده لما جيت لغى سني 94. يعني كابتن ماهر بيعمل لجنه وما لهمش ارتباطات دوليه، يعني في ليها حسابات كتير. لان ناس اوقات تقول طب ايه السبب؟ في اسباب بتبقى انت جاي لك خريطه دوليه من اتحاد الكوره فبتركز رغم ان هو سن صغير. ممكن حد يقول لك طب هو سن صغير ده ممكن يطلع منه وارد يطلع منه لعيبه. انما انا كنادي عشان اصرف على فرقه كامله ممكن اخد المتميز منها ادخله على سن 93. سن 93 برضه في وحوش لو جبنا الصوره برضه دلوقتي الاخوه المعدين. كابتن جلال بيتكلم عايزين نضمهم على 94. فخدنا منهم تريزيجيه كان اكثرهم موهبه. في لعيب اسمه اسامه هارون كان موجود بس ما كملش، يعني حصلت له كده اصابه في عضله البطن. لعيب اسمه حمدي ماهر سردباك. معانا الصوره دي. لا دي صوره مواليد 96. ده 96. 96 ده الجيل بتاع محمد هاني، بس مش عارف محمد هاني ممكن يكون في المباراه دي. كنا في بورسعيد اعتقد كنا بنلعب مهرجان. اللي موجود منهم بس كريم حافظ اللي هو جنب محمد الغندور تحت خالص على شماله. محمد الغندور حارس المرمى. ايوه محمد الغندور كان بيتمرن مع جيل 96 دايما. كنا بنصعده معاه. هو كان 97. تمام. ده الجيل اللي هم 96 اللي نجح منه بس اللي هو كريم حافظ ومحمد هاني موجود في الفريق الاول دلوقتي في الدرجه الاولى. قصه تريزيجيه انت تقولي قصه تريزيجيه. تريزيجيه كان جسمه صغير اتاخر قوي اتاخر نموه. اللعيبه دي كلها طولوا وبيطولوا. تريزيجيه متاخر بس كان بيجي اخوه معاه فاكر اسمه احمد كان بيجي طويل ويعني شايفين ان هو هيطول. فبناء عليه قعد ومعاه اتنين لعيبه ما كملوش. نصيب تريزيجيه اللي كمل وقتها على ما اعتقد. انا كنت سافرت الامارات ورجعت لقيت حد كده وانا داخل النادي الاهلي كنت مسكت قطاع ابراهيم فين والله زي ما بكلمك كده اسامه لقيت واحد بيحضنني من ظهري كده فببص مين ده؟ ابص له انا فاكرك بقى ما شاء الله طولي. شكلي مش غريب عليا. فقلت له تريزي يا قعد بقى خدني بالحضن يبص فيا. هو على فكره لعيب على مستوى عالي جدا من الاخلاق محترم ومؤدب ويعني ويعرف جميل الناس اللي عليه. لحد وقتنا هذا بيتواصل معاه بشكل جيد يعني. فالمهم طبعا انا تابعته بعد كده اللي عرفت بمنتهى الامانه ان هو انضم على الفرقه 93 اللي فيها برضه موجود فيها صوره مع الساده المعدين دي كان فيها احمد حسن كوكا ورامي ربيعه محمد اشرف توفيق رؤى. دول اللي برزوا بشكل كويس من الجيل ده. لعب معاهم وجسمه بقى كويس وسنده كويس. عرفت في الفتره دي ان الكابتن علي ماهر كابتن علي ماهر كان عنده قناعه صبر عليه بالظبط. ودي كانت نقطه مهمه. هو اللي كمل بعدينا وبعد طبعا الكابتن بدر لجب كان اكتشاف الكابتن بدر لجب واحنا مرناه في الجزئيه دي براعم شويه. فاكر برضه مهمة قوي النقطة دي ان يبقى مدير فني عينه خبيرة. ممكن يبقى ولد عنده الموهبة لكن لسه جسمه دلوقتي سن البلوغ ما جابش فيستنى عليه ويصبر عليه وهو مؤمن ان الموهبة دي هيكمل في يوم من الايام. مهمة جدا مهمة لما عندي قناعة بلعيب وحتى استنى النمو وخاصة في شواهد بتبين يعني في ظواهر بتبين ان اللعيب هيطول او ممكن تحصل له طفرة نمو في وقت او اخر. ممكن تكون متأخرة في الوقت ده ولكن محتاجة صبر شوية. بس برضو عشان نبقى منصفين انا في تيم زي مثلا تيم النادي الاهلي برضو مطلوب مني بطولة ومطلوب مني لعيب. انا بمشي بخط متوازي بالاتنين بحاول النتيجة مهمة وتقدم مواهب برضو. ليه النتيجة مهمة؟ لان انا في نفس الوقت انا عايز اخلق جواهم الروح والحماس والبطولة. دي من سمات النادي الاهلي. لما بخلقها فيهم فانا مش هقدر اتحمل. اصل ممكن واحد يعني حد يفلت وارد يفلت مني لعيب وارد. ليه؟ لان في سن متغير. انا ممكن من وجهه نظري دلوقتي المجموعه اللي قدامي دي هي بالظبط ده جيل الصوره ده جيل 93. ممكن نقول برضو الناس اللي برزت قوي نيجي ده احمد حسن كوكا اول واحد فوق على اليمين. تمام صح بالظبط. نيجي من ناحيه الشمال لناحيتي انا رامي ربيعه واحد اثنين ثلاثه رقم ثلاثه من فوق اللي واقفين. رامي ربيعه من فوق من ناحيه الشمال ثالث لاعب ثالث لاعب بالظبط بالظبط.
نيجي برضو من تحت. اول واحد جالس تحت ده رؤى نجم الزمالك دلوقتي، الزمالك اول واحد اشرف توفيق على اليمين من الجالسين تحت بالظبط. ده رؤى كان لعيب من اللعيبه المتميزين طبعا. وفي بعض اللاعبين لعبوا فترات ولكن ما كملوش بشكل كبير. محمد اشرف اللي تحت مني ده على طول خد فتره لعب في الجيش، كان مهاجم كويس ولكن طبعا دلوقتي مش عارف ظروفه كمل او لا. محمد برضو جمعه واحد اثنين ثلاثه من تحت، لعب في نادي الزمالك كان باك شمال ولعب في الاسماعيلي حوالي 5 6 سنين. يعني برضو جيل لما يطلع منه 5 6 لعيبه طبعا ده انجاز كبير. انجاز طب كبير. ايه قصه كهربا لما خدت كهربا وتريزيجيه رحت بيهم دوره؟ كانت الدوره دي كانت في شرم الشيخ صح؟ كانت في شرم الشيخ. كهربا يعني الكابتن بدر رجب بصراحه كان دايما بقوله كابتن بدر هو اللي معاه مفتاح كهربا. ما كان بص قال لي ده اشقى لعيب ممكن تقابله في حياتك، تسال بدر رجب في الوقت ده يقول تقول له انت مرنت اشقى لعيب مين؟ يقول لك كهربا. شيء جدا جدا خدتهم. كنت في دوره في شرم الشيخ كانت منظمها احد الاكاديميات الخاصه. كابتن احمد ماهر كلفني اطلع معاهم، كان جيل 93 وجيل 94 وكنا بنلعب في ملاعب زي سداسي وسباعي في شرم الشيخ. وكان الكابتن بدر رجب عنده دوره تدريبيه في التشيك. فهو انا المدرب العام كلفك بالمهمه، كلفني ثلاثه كابتن اسامه مسكين خمس فرق والسادسه سن تحضيري. اللي دلوقتي مع يعني دلوقتي في نادي الاهلي لا جهاز فني، لا جهاز فني اتنين. دلوقتي في مدرسه الكوره تلاقي 12 مدرب، انا عن نفسي معايا فيوتشر كده. هتلاقي كان في انبي السنه اللي فاتت طبعا زادت زادت بالظبط. لا واساليب التدريب الحديثه زادت. احنا كنا بنعتمد على المهاره والموهبه بشكل اكبر. انما دلوقتي لا، دخل في حاجات كتير. دلوقتي انت بتقدر تدخل للولاد شغل، لازم شغل تكنيك مهم جدا بالنسبه للمهاره، وشغل فني بشكل كبير، تعلمهم واجبات دفاعيه واجبات هجوميه، تشتغل بتفصيل اكتر عشان تقدر يبان الفرقه بشكل منظم في الملعب وتليق باسم النادي اللي انت بتمثله. ايه اللي حصل؟ فالمهم خدتهم شرم الشيخ. شقاوه مش طبيعيه، فرقه 94 دي يعني كهربا وتريزيجيه وكان اسامه هارون وكان في عمر عبد العزيز، مجموعه كده كانت اشقيه بشكل مش طبيعي. حمام السباحه، ينزلوا حمام السباحه كانوا بيلعبوا لعبه عنيفه جدا، جننوني انا قاعد اتفرج مش استغرب. مش عارف لعبها يا ربي، كان يعني يلعبوها كده يحطوا ايديهم كده وتضرب، يضربوا بعض بشكل شرس. قلت لهم ايه اللعبه دي؟ حاجه يعني عارف اشقيه بشكل مش طبيعي. غير بقى كهربا طبعا كان في دوره النمسا الوديه دي مع الكابتن بدر. كان يجننه يلعب العيال تنطيط على فلوس، يلاقي معاه يورو قد كده. ده بدر كان بيحكي بيقول لك جنني. بيقول لك الكابتن بدر هو اللي معاه مفتاح كهرباء. كان يقابل الولاد في الاسانسير مثلا، ينزل ياخدهم في اي في الريسبشن في اي مكان كوره ويلعبهم تنطيط، يلعبهم تنطيط. كان لاقي معاه يوروهات، قال له ايه؟ اليورو ده كان لسه طالع، قال له ايه اليوروهات دي كلها كهرباء جايبها منين؟ قالوا بلعب العيال كابتن تنطيط واخدها منه. العيال بقى الاجانب، كانت فرقه بايرن ميونخ مثلا، فرقه من المانيا من ايطاليا. لا اشتغلت انت يا كابتن جمال مع الدرجه الاولى واشتغلت سنين طويله مع البراعم، لقيت نفسك فين او المتعه لقيتها فين؟ مع الفرق الكبيره والدرجه الاولى والاعمار السنيه الكبيره ولا مع البراعم؟ هو شغل البراعم ممتع حقيقي. انت لما تلاقي الاولاد كده بتتطور قدامك، لان التطور السريع اوقات مع الشغل والاجتهاد بيبان التطور السريع. لعيب الدرجه الاولى تقييمك كله معاه بالبطوله في الاخر، وخاصه اذا كنت في النادي الاهلي. شغال طبعا في النادي الاهلي فتره مع الكابتن زيزو، كنا في جهاز مؤقت ويعني اديت في الوقت ده بشكل جيد ووصلنا للدوري العام، وكان استلم معدينا مارتينيول. كانت طبعا فتره ممتعه النادي الاهلي وحاجه، وكان معايا جيل طبعا جيل كبير يعني، كان لسه حسام غالي بيلعب ومتعب كانت فرقه برضه فرقه قويه جدا، وكان عمرو السلاله لسه داخل معانا بشكل جديد، وصالح جمعه وسعد سمير، وكانت فرقه قويه جدا. كان من احسن ذكرياتي في الفتره دي ماتش بتاع اهلي وزمالك، الهدفين بتاع ايفونا وعمرو جمال اللي كان في استاد برج العرب. انا فاكر الماتش ده وكان من الماتشات اللي معلمه بشكل جيد معايا يعني. انما شغل ابراهيم شغل ممتع جميل، انت بتتعب فيه شويه، بيبقى فيه ارهاق شويه، ولكن لما بتلاقي الولد بتتطور قدامك تحس بسعاده، تحس بنجاحك. ونجاحك قد ايه؟ انا مبسوط لما بحكي في الكلام اللي بحكيه لحضرتك ده، والصور دي بقى لها 16 سنه من 2006 و7 و8. اللعيبه دي كانوا كلهم، شوف قد ايه دلوقتي ما شاء الله كلهم كبروا. تبقى سعيد جدا لما يطلع لعيب. انا دايما اقولها الملايين بتاعت انا هم ربنا يكرمهم ويبقوا نجوم وياخدوا كل حاجه كويسه في الدنيا زي ولادي.
بس انت سعادتك والمرين بتاعتك لما يطلع لعيب كده يقول لك انا مراني الكابتن جمال السيد او هو اللي جابني الكابتن بدر جاب بالظبط هو اللي جابني النادي، انت سعادتك بتحسها في الوقت ده. تخيل كل سعادتك بعد سنين طويله تلاقي لعيب في الدرجه الاولى يذكر اسمك بس، دي لوحدها بتبقى سعاده بالنسبه لك. بيكون نجاح كبير. تسمح لنا يا كابتن جمال نروح لفاصل، وبعد الفاصل بقى عايز اسالك عن بطولات الناشئين والجمهوريه والبراعم، ابرز السلبيات وايه اللي تتمناه مع الموسم الجديد ما تلاقيهوش عشان نبدا نطور في الكره المصريه. نروح لفاصل وبعد الفاصل مع الكابتن جمال السيد. اهلا بحضراتكم من جديد. كان في بدايه الحلقه وانا بقول الاخبار كنت قلت خبر استقاله الكابتن امام محمدين من قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري، وقلت وقتها خساره كبيره. الكابتن امام محمدين خبرات كبيره جدا وكان مكسب كبير للاتحاد السكندري، قلت كل التوفيق للكابتن امام والاتحاد السكندري. دلوقتي منذ قليل اعلن قطاع الناشئين بنادي انبي رسميا امام محمدين رئيسا لقطاع الناشئين بنادي انبي. كل التوفيق يا كابتن امام. كابتن جمال كنا بنتكلم قبل الفاصل، نفسك تشوف ايه جديد في البطولات في الموسم الجديد خاصة في البراعم او بطولات الناشئين؟ انا والله ليه وجهة نظر في البراعم. يعني اولا لازم اتحاد الكورة لازم، انا شايفها موضوع مهم جدا، ان انا لما احط في الادارة الفنية لاتحاد الكورة مثلا ايا كان اي كان مسؤول، لازم يبقى حد مسؤول عن قطاع البراعم، يفكر للبراعم في البلد انا بعمل لها بطولات بشكل ايه، والبطولات دي يستفيدوا منها بافضل استفاده ازاي. اول حاجه انا مش عارف يعني ايه المنطق ان انا اعمل بطولات البراعم ان انا هبدا 1/11 الاول ما الدراسه بتبدا، والاول ما الولاد يبقوا مضغوطين، والاول ما الولاد يصحوا بدري، واعمل مشكله بالنسبه للولاد فيها اجهاد، صحيان بدري بيخلص لي المدرسه يا دوب يخرج من المدرسه بيجي جري على التمرين بتاعه، في ولاد بتغير في العربيه على ولي الامر وعلى الولد جدا عبء كبير على الولد حتى بشكل كبير. انت بتتكلم وكلهم في مراحل دراسيه، ما تقدرش تقول ان الولاد ما يروحوش او يغيبوا او يتاخروا. التعليم مهم طبعا. بالظبط التعليم مهم، احنا بنحس الاولاد على التعليم. يعني انت بتتكلم عن تغيير المواعيد دلوقتي. بالظبط مواعيد. انا ايه المانع عندي؟ المانع عندي ان انا ابدا بطولات البراعم، انا بخلص امتحانات للولاد البراعم كل اعمار براعم او معظمها في شهر 4. ايه المانع ان الولاد يبداوا في الوقت ده تدريب ايا كان، حتى لو انا جبتهم الصبح هنقول الدنيا داخلين على صيف او حاجه مثلا لاي اسباب. انا مش محتاج البراعم ابدا اعداد اكتر من شهر. ان انا بعده ارجع احساسه للكوره. واعمل بطولاتي مثلا من شهر 5. ده مثلا ليه لا؟ اولا دلوقتي حتى لو دخلت على الصيف في ملاعب مضاءه كتير. جدا. ابدا بطولاتي في شهر 5. شهر 6. وابدا اعمل الاربع شهور بتوعي، شهر 6 و7 و8، واجي على 9 اخلص البطولات دي. ده انا ممكن اعمل ماتشات في وسط الاسبوع. بعدت عن فتره الدراسه بالزبط. والولد والصحيان والمدارس والدروس وكل الكلام ده وكل الضغوط اللي ممكن تقابل الولد في السن ده. وبعد كده انا مش هبطله، لا انا هخليه بقى يشتغل اللي هو ايه، ان انا بشتغل تدريبات للتطوير. لان انا عندي علميا طول ما انا بمر بعض الصور. انت بتتكلم يا كابتن جمال صور قطاع الناشئين في ده قطاع الناشئين في فيوتشر. ده سن مواليد 2010 برضه. فرقه واعده ان شاء الله نعمل فرقه كويسه، فرقه كويسه باذن الله. ودي برضو صورة كده كانت في الاختبارات والأولاد بتسلم، لما بتخش بتحب تسلم على المدرب. الأعمار الصغيرة. ودي نفس الكلام برضو. الأجهزة معايا الفنية، كابتن أحمد علي وكابتن أحمد حمدي شغالين معانا في القطاع. برضو بنختار في وقت اختيارنا للأولاد. طب هل بالمقترحات اللي انت بتقولها مفيش تواصل مع اتحاد الكورة؟ ممكن النهاردة دكتور جمال محمد علي هو دلوقتي بقى مسؤول عن المدربين. بالظبط. ممكن تتقالوا الافكار؟ انا في سبيل انا في سبيل ان انا اعمل تواصل مع دكتور جمال. الدكتور جمال من الشخصيات المحترمه جدا، وبيسمع الافكار اللي ممكن تفيد الكره المصريه. وانا شايف من احسن الافكار اللي تتعمل. حدش يقول لي مثلا اصل مرتبطين بالقيد والسيستم لا انا لازم اغير كل الكلام ده. نظام البراعم لوحده انت بتتكلم في مستقبل ولاد، وفي نفس الوقت في صحة أولاد. أنا عايز الولد يجي لي مستعد نفسيا وبدنيا وذهنيا للتدريب، وخاصة إن السن الصغير ده بالظبط أكبر عقبة. ممكن تلاقي ولد في محافظة فيبعد عن المكان اللي بيجي بيتمرن فيه
ممكن ساعتين وثلاثه كمان بالظبط. وانا هستغل نص الموسم الثاني من اول ما تبدا الدراسه من اول 10 لحد ما يخلص في شهر 4 تاني تدريبات، تدريبات فقط لا غير. وانا على يقين ان التدريبات بدون ضغوط هتطور الولد اكتر من المسابقات اللي بتتلعب. احنا مسابقات بتتلعب يا كابتن اسامه السن الاعمار معظمها بلعب ربع وربع، خلي بالك 30 دقيقه 30 دقيقه دي لو قسمتها مثلا على لو انا بلعب فرقه مثلا خماسي او سداسي هتبص تلاقي نصيب كل عيل 10 دقائق ربع ساعه ماشي. انت عاملها فور فن ولا انت عشان تطور الولاد ولا انت عشان تحاول الاثنين مع بعض؟ هطور الاولاد انا ممكن اشتغل من 1/10 الى لحد شهر 4 قبل الامتحانات، ممكن اشتغل كمان لنهايه 3 واجي له من نهايه 3 على اول 4 اقول له توكل على الله ركز في دراستك بس شهر معاك تمتحن وتعيش حياتك وكل حاجه، وترجع لي تاني مثلا اول 5 اول 6 وابدا اعداد. الولد الصغير مش محتاج اعداد، مش محتاج اعداد خالص. حتى لو عملت شهر تدريبات وتبدا منافساتك على مدار 3 4 شهور بالظبط. وهبدا منافساتي ايه؟ ده انا هيبقى عندي حريه التحرك بدل ما انا اجباري عشان الدراسه دلوقتي منطقه القاهره بتعمل المسابقات جمعه وسبت. انا ممكن اشتغل جمعه، ممكن اشتغل 3، ممكن اشتغل 4 في وسط الاسبوع، ما انا مش مرتبط بدراسه. اعمل له المسابقه بتاعته. انا طيب. نفسي تفكر التفكير ده ايجابي ويبقى مقترح ويبقى في حيز التنفيذ مهم. اتمنى. عشان وقتنا يا كابتن جمال قول لي رايك برضو في 2007 و2008 ده مش سن براعم الاشعه اللي دلوقتي اتحاد الكوره يعني طالب الانديه انها تعملها، وبدانا نشوف دلوقتي لعيبه فوق السن في الاعمار دي 2007 2008 شايف الفكره وتطبيقها كمان وفوائدها للكره المصريه؟ فكره ممتازه واتمنى ان هي تطبق بشكل احترافي جيد ويبقى فيها لازم نظام. ومش هقول ايه جزء مثلا لا، النادي بقى اللي يخلي باله، ولو النادي خلى باله وضع طبيعي ان انا بعملها هتلاقيني وضع طبيعي اولياء الامور هتلتزم. محدش هيفكر يعمل اي حاجه زي اللي كانت بتتعمل. واحد يسيب حد سنتين ويأيده بعد كده وتلاقي ورقه سليم 2% تروح تفتش عليه تجيبه في المدرسه تلاقيه هو هو. ولكن انت عندك قناعه. انا خبراتي كراجل مدرب اقول ده مستحيل يكون 2007 ده مستحيل يكون 2008. فحاجه جيده جدا وان شاء الله كده تعمم بشكل جيد عشان انا اللي هيعمل حاجه حتى في البراعم هعرف ان هي هتتكشف بعد كده ايا كان الانديه معظمها عشان نحافظ على مواهب. انا ما بشكش في الانديه والمدربين مستحيل. احنا المشكله اولياء الامور، ثقافه اولياء الامور دي المشكله. انما الانديه بيبقى غصب عنها اوقات المدرب ممكن يقول ما هو اللعيب ده هيكسبني خد حق ولد تاني موهوب ممكن يكون موجود مكان الولد اللي هو الكبير. فدي كلها آفه في الكره المصريه. دي بدايه جيده ان هي ان شاء الله تبقى بشكل جيد. شرفتنا ونورتنا يا كابتن جمال وكل التوفيق لك خلال الفتره اللي جايه. اشكرك كابتن اسامه على اللقاء الجميل ده وكل التوفيق للكره المصريه طبعا وكل التوفيق باذن الله طبعا للنادي الاهلي ونادي فيوتشر. بشكرك شكرا جزيلا ويظل يعني كابتن جمال السيد حتى لو اشتغل في فيوتشر واحد من ابناء النادي الاهلي، واحد من العيون الخبيره في الكره كره القدم المصريه واشتغل سنين طويله داخل النادي الاهلي وكان ليه ايادي بيضاء في اكتشاف مواهب كبيره لعبت في النادي الاهلي. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بس قبل نهايه حلقتنا ذكر حضراتكم الترجي التونسي يتوج بكاس العرب للانديه لكره اليد بعد الفوز على الزمالك 29-28 بعد مباراه ماراثونيه امتدت للشوطين الاضافيين ليشارك الترجي في بطوله العالم للانديه رفقه الاهلي النادي الاهلي في المملكه العربيه السعوديه اكتوبر المقبل. شوف حضراتكم على ألف خير الأسبوع القادم وحلقة جديدة من الأشبال.